خلينا ابارك لك على المباراه وعلى المجهود الكبير وعلى شخصيه لعيبه النادي الاهلي وشخصيه كباتن النادي الاهلي. النهارده مباراه كبيره، هي دي المباراه يا كابتن ايمن اللي بتتكتب في تاريخكم كلاعبين وبتتكتب في تاريخ النادي الاهلي وبيعتز بيها جمهور النادي الاهلي. طبعا الحمد لله طبعا على المكسب، وببارك لجمهور النادي الاهلي وببارك للعيبه الرجاله. الحمد لله كنا عايزين نطلع بنتيجه افضل من كده، يعني ما كانش يجي فينا اجوان وكنا نجيب اكتر، لان احنا الحمد لله النهارده كنا الاداء مميز جدا من بدايه الماتش، مسيطرين على الماتش، لكن الحمد لله بحمد ربنا طبعا على النتيجه والتوفيق كبير الحمد لله. اوضه اللبس في النادي الاهلي، ايمن اشرف والشناوي ووليد سليمان وربيعه، المجموعه دي ودورها في كتير من الامور، اعتقد ان بدايه البطولات بتبقى من اوضه اللبس يا كابتن ايمن. طبعا يعني احنا معانا واحد خبره كبيره زي كابتن وليد سليمان، وطبعا كابتن فريق الشناوي، وطبعا وانا موجود من كابتن فريق ورامي والسولية وعلي معلول، واللعيبه كلها بصراحه، يعني حتى اللعيبه الصغيره كبار بشخصياتهم، وكلنا بنساعد بعض في اوضه اللبس، ودي حاجه بتميز النادي الاهلي دايما، يعني بعد خساره بطوله دايما الحمد لله اوضه اللبس بنساعد بعض ان احنا نقف على رجلنا تاني، وبنبتدي بدايات الحمد لله بتبقى موفقه. يعني مباراه 6-1 اكيد فاكرها، النهارده بترجع بتسترجع الذكريات، كان عندك كام سنه؟ كنت لسه وصلت قطاع الناشئين في ولا لسه يا كابتن ايمن؟ لا انا كنت انا بلعب في النادي الاهلي وانا عندي 7 سنين، طبعا كنت موجود في ناشئين النادي الاهلي، كنت بتفرج في الماتش دوت، كنت في النادي الاهلي مدينه نصر. لا طبعا لي ذكريات معايا طبعا الماتش ده يعني، بس الحمد لله يعني ذكريات بالخمسه ثلاثه؟ طبعا يعني كنا اتمنى ان هي تبقى حاجه زي 6-1 كده، يبقى النتيجه اكبر وما يكونش داخل فينا 3 اجوان، يبقى داخل فينا جون، او ما يكونش داخل فينا خالص، كنا نحافظ على النتيجه، لكن الحمد لله طبعا بنحمد ربنا على النتيجه، نتيجه كبيره الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي احسن. طبعا النادي الاهلي ما بيفرحش بماتش بس كده وخلاص، لكن طبعا القمه فريق كبير زي نادي الزمالك طبعا بتديك احساس بانك مستمتع بالفوز، لكن ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يبقى افضل، لان احنا خسرانين بطوله، فاحنا ان شاء الله بنفكر ان احنا نستعيد البطوله دي تاني ان شاء الله. عارف النادي الاهلي بقى له كام سنه ما فيش لم يفوز على الزمالك بنتيجه 5 من سنه 39، يعني من 82 سنه. طيب الحمد لله يعني حلو، انا ماليش قوي في التاريخ، يعني التاريخ عندي مشاكل في الذاكره شويه، لكن طبعا النادي الاهلي نادي كبير، ودايما يعني بنفكر في البطولات، ما بنفكرش في الماتشات الفرديه. طبعا الحمد لله بنحمد ربنا على المكسب النهارده، وان شاء الله تفكيرنا في البطوله باذن الله. اخيرا تاقلمكم مع طريقه 3-4-3، ايمن اشرف في 4-3-2-3-1 موجود، يلعب باك ليفت يلعب مساك في اي مكان، هي دي شخصيه لعيب النادي الاهلي. طبعا الحمد لله يعني دايما المدير الفني لما بيطلب مني حاجه بحاول انفذها على قد ما بقدر، الحمد لله قدرنا ننفذ 3-4-3 بشكل مميز ماتش الاسماعيلي، ماتش البنك كنا يعني الاداء ما كانش كويس قوي، لكن النهارده الحمد لله الاداء مميز جدا، ان شاء الله نقدر نحافظ على الاداء دوت في 3-4-3 او 4-2-3-1 ان شاء الله.